وسهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد. موضوعنا في هذه الحلقة عن العهد الجديد وعلم النقوش. كنا سابقا تكلمنا بحلقتين عن العهد القديم وعلم النقوش، ورح نستكمل الحلقات عن العهد الجديد. في هجوم كاسح على الكتاب المقدس، وهذا ليس جديدا أحبائي، من ابتداء المسيحية حتى من أيام اليهود والرومان في القرن الأول حتى يومنا هذا، تواجه المسيحية والكتاب المقدس هجوم شرس بكل أنواعه وبكل يعني بكل الطرق وبكل الوسائل لتحطيم المسيحية، ولكن ما زال الكتاب المقدس صامد وثابت لأنه كتاب الله موحى به من الله. والشيء الغريب والعجيب اللي عاوز أقوله في المقدمة إنه الكتاب الوحيد الذي يهاجم هو الكتاب المقدس. وإحنا تعودنا يعني سواء في القرن الماضي أو قبل القرن الماضي هجومات وأنواع نقد كثير حول الكتاب المقدس رح نتناول في هذه الحلقة، ولكن لاحظ أنه لا يوجد أي كتاب آخر يهاجم مثل الكتاب المقدس، ولا حتى النظريات في سفر التكوين أو كلمة الله في الخليقة أو في النبوات أو في العهد الجديد، لا نرى إلا الكتاب المقدس هو الوحيد الذي يهاجم. وهذا إن دل على شيء بدل على صحة الكتاب، وأنه الله هو الذي ساهر على كلمته ليجريها. كل الكتب الأخرى ما تسمى الكتب الدينية لو حاولت أنت تنتقد أو تعلق يعتبر في خانة ازدراء الأديان، وكأنه الأمر المسموح فيه أنك تهاجم الكتاب المقدس، ولكن إذا انتقدت أو علقت بحرية لأنه عندك كمان رأيك الشخصي فيعتبر ازدراء الأديان. وحكموا في هذا الموضوع سواء في الشرق أولا وحاليا في الغرب، فلا تستطيع أن تنتقد بشكل علني. ولكن أحبائي نشكر الله أن الكتاب المقدس موجود مفتوح لأي شخص يريد أن يتساءل. في هذه الحلقة رح نتناول العهد الجديد وعلم النقوش، ورح نتكلم عن الإثباتات حتى الأدلة من خارج الكتاب المقدس التي تثبت صحة الكتاب المقدس. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل لتقديم ضيفي المبارك. أهلا أحبائنا مشاهدينا، يسرني أن أستضيف إلى استوديو ليكن نور عبر الزوم أخ عزيز جدا على قلبي وخادم الرب من الجليل الأعلى، الأخ مكرم مشرقي. الأخ مكرم هو مش بس خادم للإنجيل، هو دكتور في علم طبعا، متخصص ب خلفيات وحضارات الكتاب المقدس والنصوص المسيحية واليهودية والإسلامية أيضا. الأخ مكرم أو الدكتور مكرم كتب أكثر من 20 كتاب وأكثر من 100 مقال كلها بتتعلق في هذه الموضوعات، وكتبها بعدة لغات، في اللغة العربية والعبرية واللغة الإنجليزية. وإحنا مستضيفين شخص اللي هو هذا هو موضوعه وهذا هو العلم اللي بيتكلم عنه. أهلا وسهلا دكتور مكرم،
احنا فرحانين جدا انك تكون معنا في هذه الحلقة. اهلين أستاذ نزار، شرف لي اكون معك مع الاحباء المشاهدين. بركة ليلي. ربنا يباركك اخ مكرم، انا بناديك اخ مكرم لانه معتاد عليك، انت صديق قديم وخادم للرب. اخ مكرم طبعاً. احنا تكلمنا عن العهد القديم وعلم النقوش، وقبل ما نبتدي في العهد الجديد لو ممكن تعطينا هيك الجسر اللي بيربط بين العهد القديم والعهد الجديد حتى اللي ما شاهدنا من قبل يدرك عن أي موضوع إحنا بنتكلم. تفضل أخ مكرم. بمعونة الرب إحنا نتحدث اليوم عن موضوع مكمل. إحنا تحدثنا عن العهد القديم وقارنا كل ما وجد أو معظم الأمور الهامة اللي وجدت في الحضارات المختلفة بالمقارنة مع اللي وجدنا أو اللي كتب في كلمة الله في العهد القديم. إسا رح نعمل يعني نتحدث شوي عن هاي الفترة اللي هي الفترة اللي صمت فيها الوحي، ونقول إيش الأمور اللي كانت فيها، إيش الكتابات المختلفة اللي وجدت فيها، وبالتالي ننتقل لنص الكتاب المقدس العهد الجديد ونقارنه أو نقابله في النقوش اللي وجدت في الحضارات الثانية، ونشوف قديش صحتها ودقة كلمة الله اللي قدام اللي بين إيدينا. فقط للتوضيح أخ مكرم، أنت ذكرت كلمة فترة الصمت، يعني قبل ما نبتدي بخوض الحديث عن علم الآثار وعلم النقوش، إيه المقصود بفترة الصمت وشو كان فيها؟ أعتقد أنت بتتكلم عن فترة ما بين العهدين من سفر ملاخي لبداية العهد الجديد، هل هذا ما تقصده بفترة الصمت؟ ما بين 400 قبل الميلاد لحد القرن الأول ميلادي كانت فترة صمت، بمعنى ما وصلناش كتابات من الله، وإنما كانت كتابات أناس أغنوا الحضارة، إن كانت كتابات يونانية إن كانت كتابات عبرية أرامية، بسبب يعني دخول الحضارتين أو يعني تفشي الحضارتين اليونانية والأرامية، ففي كان كتب كتير مختلفة موجودة في هاي الفترة، منها كتب يعدوها اليهود يسموها الأسفار الخارجية، ومنها الكتب اللي هي الكتب اليهودية اللي ما بعد الكتاب المقدس العبري مثل المشناة والتلمود، وكتابات أخرى كتبوها مجموعات مثل الإسينيين في قمران وإلى آخره، يعني كم كبير من الكتابات، لكن هي صمت بمعنى صمت الوحي عن يعني ما في عندنا كلمات كتابات موحى بها من الله في هاي الفترة. وبهذه الفترة يعني كان في الشيء المتداول، مع أنه العالم كله كان تحت الحكم الروماني، ولكن كانت اللغات الدارجة هي اللغة اليونانية، تعتبر اللغة الرسمية أو القانونية، واللغة العبرية القديمة، وكمان اللغة الأرامية. إذا ممكن تحكي لنا شوي عن هذه اللغات قبل ما نفوت بعلم الآثار. طيب أنا بمعونة الرب في عندي الصورة السادسة قدامكم، يمكن قدام المشاهد تكون إسا حاطط فيها الـ بعض اللغات اللي كانت دارجة، مثل اللغة اليونانية، في الوسط في اللغة السريانية، برضو حطينا الأبجدية العبرية والعبرية العربية والعبرية على الشمال. يعني خلينا نقول بشكل أساسي، ما بعد ختم العهد القديم كان في دخول الإسكندر المقدوني لبلادنا، الحضارة الهيلينية، وتطورت من خلالها نوع مبسط من اللغة اليونانية اللي هي بنسميها الكويني،
وهي درجة وإن يعني صار يكتب فيها مثل الكتاب الأولى الواضحة الكبيرة اللي هي الترجمة السبعينية، ترجمة الكتاب المقدس للغة اليونانية بسبب الحاجة، عدم معرفة الـ أو تمكن اليهود من لغتهم الأصلية العبرية الكتابية العبرية الكتاب المقدس، اضطروا يترجموا الكتاب للغة اليونانية الشعبية. وهيك كمان كتابات أخرى كانت يعني موجودة في هاي الفترة كمان شوي بنحكي عنها برضو باللغة الأرامية السريانية. أنا حاطط برضو في هاي القائمة كمان فيها يعني تطور للغة اليونانية على جهة اليمين، وهذا بفرجي بشكل أساسي يعني إنه اللغة نفسها تطورت حتى وصلت لنا. وفي الوسط وين مكتوب سيريك في الإنجليزي، طبعاً هاي الخط السرياني اللي بنسميه السرياني اليعقوبي، وبهذا كان يكتب في الكتابات أو أكثر الكتابات. طبعاً في الإستانجيلي وكتابات تانية، خطوط تانية لنفس اللغة، تطور اللغة. وفي العرض اللي بعده حاطط اليوناني والعبري بأنواعها المختلفة، تطور الحروف العبري والآرامي عندهم 22 حرف في أبجديتهم، في اليوناني كان 27 لكن وصل 24 في فترة العهد الجديد. وطبعا يعني بنلاحظ في أرقام كمان هون في هاي الشريحة السابعة، وهي الأرقام هي القيمة العددية، فكانت هاي اللغات في لها قيمة عددية للحروف، وعلى أساسها الحروف يعني يحسبوا أعداد على حسب الحروف، وإحنا طبعاً بنعرفها برضو في اللغة العربية موجودة في الشعر وفي أمور مختلفة من ذي. فبالأساس هدول الثلاث لغات، عبري أرامي ويوناني في هاي الفترة اللي بنضطر إلها ابتداء من بداية العهد الجديد. طيب خلينا نبتدي طبعا في الموضوع المهم كمان اللي هو إذا ممكن تعرف لنا أكثر ما هو علم الآثار وعلم النقوش. يعني نعرف حكينا فيه بفترة العهد القديم، إذا ممكن تشاركنا بهذه فترة العهد الجديد دكتور مكرم. طيب برضو قدام المشاهد ممكن يكون شريحة 2 بنحكي فيها بشكل أساسي إنه العهد، إنه علم الآثار هو يعني دراسة الحضارة الإنسانية، توثيق تحليل ما تبقى ما وجدناه، منشآت معمارية، مصنوعات يدوية، وكل الأشياء اللي بلاقوها اليوم في الحفريات والقصور وفي أمور مختلفة. وبالتحديد ركزنا على علم النقوش، قلنا اسمه إبيغرافيا في اللغة اليونانية، الكتابة على أمور أو على أسطح حجرية معدنية أو فخارية أو بالنقش أو بالكتابة أو بالحفر بألوان، أحيانا في نوع أنواع من الحبر بأشكال يعني مختلفة حسب الوضع الموجود. وكيف رح نشوف في لقدام كمان شوي انه كمان كتب على اشياء مختلفه مثل التماثيل، مثل المسلات، مثل التوابيت، مثل الحجاره وغيرها. اخ مكرم، يعني خليني يعني اسالك هذا السؤال المهم، انه في القرن الماضي او خلينا نقول من ابتداء القرن 19 كان في هجوم كاسح على الكتاب المقدس، كان بشككوا في تاريخيته، كان بشككوا في الأسماء، في التاريخ، في الجغرافيا. وإذا ممكن يعني تحكي لنا ليه كل هذا التشكيك، وبالضرورة يعني منهم المسيحيين لكن بالضرورة مش بالضرورة أنهم مؤمنين، وفي علماء غير مسيحيين اللي بيتبعوا هذه الأمور من ناحية علمية، فهل ممكن تعطينا فكرة عن هذا الموضوع، عن النقاد والباحثين اللي كانوا بينتقدوا كلمة الله؟
طبعا في فترة بداية القرن التاسع عشر بدأت مجموعة من الباحثين يدرسوا بشكل علمي أكاديمي صرف الكتاب المقدس. الكتاب المقدس طبعا مفتوح للجميع وما فيش حدا مثل ما تفضلت في المقدمة، ما فيش حدا بيهدد، فيش حدا بيهاجم، الأمر مفتوح. فهن بدوا يفحصوا من ناحيتين، الناحية الأولى اللي بيسموها النقد الأعلى، دراسة يعني الظروف وأحوال وخلفيات وعادات الكتاب المقدس، والناحية الثانية النقد الأدنى اللي هو نقد النص. النقد النص في يعني حسب أبحاثهم هن كل الأمور اللي شافوها إن هي لا توافق أفكارهم أو ما كانت واضحة علمياً هاجموها، قالوا إنه هاي الأسماء مش مناسبة، هاي اللي ما كانتش موجودة في الفترة، هاي هذا البلد ما كانش موجود. لكن إجت الحفريات خلال فترة برضو القرن التاسع عشر، وطبعاً بذكر يعني على سبيل المثال مجرد للحصر يعني حفريات إبلة، وطبعاً لا ننسى حفريات أوغاريت اللي فرجت الكلام والأسماء وأشياء جداً جداً مشابهة، حتى التعابير اللغوية المشابهة إنها يعني إنه كان العهد القديم موجود، يعني ابن بيئته مش إشي استحدث، مش إشي نسخ، مش إشي زور، مش إشي زيف. وإن كان طبعاً في ناس كتير لحد اليوم بعدهم بأيدوا في نظرية يعني التشكيك المختلفة، لكن أنا باجي بقول بشكل بسيط تعالوا إحنا نتطلع ونفحص نقطة نقطة. يعني إن كان يعني أنت ناقد أو بروفيسور أو أي شيء وبدك تهاجم لمجرد الهجوم، أوكي يعني إن شاء الله الرب يباركك في 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 عملك ويعطيك الألقاب اللي بدك إياها، لكن إن كانك أنت يعني باحث أمين متعلم أو مش متعلم، افحص ادرس، عليك مسؤولية. وهذا اللي احنا بنعمله اليوم، ان احنا بنفحص الكتابات وبنطلع على الأطر التاريخية وبنقارن، وفي نفس الوقت أسيس نظرة وأقولها بشكل واضح، الأشياء اللي ما بنعرفها بنقول بنعرفهاش، ما فيش حدا بيعرف كل شيء، لكن احنا بنبحث وبنشوف، عم نشوف بالفعل انه كلمة الله محفوظة وكلمة الله هالقد قوية، أقوى على فكرة من كل الكتابات الثانية اللي قليل جدا جدا ما بيهاجموها، رغم انها تدرس بالجامعات وبالاكاديميا بشكل كبير، مع انها ما لهاش الموثوقيه والمرجعيه والمصداقيه تبع الكتاب. ايه يعني المفهوم الاساسي في الموضوع اللي عاوز توصله من خلال الباحثين او الناقدين لموضوع الكتاب المقدس؟ يعني القصد يعني ايش هن، انه في باحثين وفي ناقدين، وكثير مثل ما ذكرت في الماضي انه كثير من الباحثين اكاديميا مخلصين يعني بحاولوا يثبتوا، الى ان يعني مثلا بتعرف في بلادنا دائما بيعملوا حفريات وبيكتشفوا كل شوي بيكتشفوا حاجه اللي هي بتاكد ما مذكور في كلمه الله في الكتاب المقدس. يعني عمليا احنا هذا اللي عم نعمله اسه، عم نستعرض يعني يا جماعه شوفوا شو موجود، شو اكتشف، وشوفوا شو مكتوب عنا وما تغيرش المكتوب عنا. فعم نقارن ومنقول يعني كل واحد ان كان بده يقارن بهذا المنظار، منظار يعني واقعي، يحاول يكون يعني صادق مع نفسه ويقارن ويشوف هل احنا يعني عم نخبي شغلات ولا احنا بالفعل يعني عم نقدم الموضوع كيف لازم عم نوضح. طيب انا كمان عم فهمت سؤالك يعني سامعني. ايوه انا سامعك اخ مكرم، انه يعني الفكره يعني انا حبيت فكره كما قال احدهم دع الاسد يدافع عن نفسه، يا كلمه الله بتدافع عن نفسها، ولكن بسبب التشكيك والهجوم يعني في براهين كثيره، في أدلة تاريخية، أدلة من الحفريات، أدلة من الجغرافيا، أدلة من الأسماء والكتابات والنقوش اللي اكتشفت في الأماكن عينها يعني في المنطقة نفسها. وهذا إن دل على شيء بدل إنه الكتاب المقدس اللي بين إيدينا
هو كتاب صحيح، أليس كذلك؟ صحيح تماما، وإحنا عم نتطلع عليه بكل وقار وعم نشوف المقابلات الرائعة. بس إحنا منقول يعني، خلينا أقولها بشكل هيك حب يعني للناس اللي بيهاجموا، ويعني بقول لهم بس هيك بكلمة، لا تطنيش ولا تهميش. يعني مش إنه تقول إنه هذا مش موجود، ولا تقول إنه هذا مش مهم. هذا الموضوع مهم، إن كان إحنا عم نفحصه ونبحثه قدامك، خذه بكل احترام واتطلع عليه. حقيقي عم نفحص ولا عم نغطي يعني الحابل بالنابل، أو منغطي الأمورك مع بعض، نخلط الأمور؟ شوف شو يعني، تابعنا وشوف شو عم نعمل. آمين آمين. في البداية أخ مكرم، تذكرت عن لائحة في اللغات المختلفة، ويعني أنا بطلع على القائمة يعني الأولى والثانية لكل هذه الأحرف. هل بتحب تضيف أي شيء يعني في هذا الموضوع؟ وبعديها ممكن ندخل على الفترات الزمنية والكتابات الدينية في العهدين. نعم، ممكن نقول بشكل يعني سريع إنه الكتاب المقدس العهد القديم مكتوب بالعبري، ما عدا نصف عزرا ونصف دانيال مكتوبين بالأرامي، والكتابات اللي كتبت بعدين كتبت بالأرامي وبالعبري وباليوناني، بهدف إنه الأرامي يعني لعامة الشعب يفهموا في منطقة سوريا، العبري للأمور الدينية، واليوناني للأمور العلمية والثقافية والمراسلات. وبعدين طبعا إجت اللغة الرومانية اللي هي لغة الإمبراطورية الرومانية، اللي هي أخذت حيز يعني كبير بحكم القوة الرومانية اللي حق. ولكن لحد إسا فترتنا أكثر شيء أرامي يوناني عبري. إذا ممكن توضح لنا أخ مكرم، أنا عم بطلع على هام في العهد في العهدين كتابات الدينية. نعم. ومبتدئ من الملك داود، وبتتكلم للفترة الحديثة، أو خلينا نقول الفترة البيزنطية. إذا ممكن توضح هذه اللائحة، وممكن نحطها احنا على الشاشة حتى أحبائنا يتابعونا. طيب، الصورة هاي أنا عملتها علشان تفرجي من بداية يعني من ملك داود، اللي هو يعني بداية كتابات أسفار الأنبياء خلينا نقول، لحد نهاية كتابات اليهود الرئيسية. ففي فترة الملك داود طبعا يعني كانت تكتب الأسفار المعروفة لنا، المزامير والأمثال وأخبار الأيام. بعدين إجا يعني من بعد من فصلت المملكتين، قدامنا السبي الأشوري 722 قبل الميلاد. في هاي الفترة كانت تكتب أسفار العهد القديم الأخرى. بعدين إجا السبي البابلي، أخذت المملكة الجنوبية لبابل، قعدوا 70 سنة. هاي الفترة لما رجعوا يعني حوالي 530 قبل الميلاد، يعني عمليا بديت الفترة اللي بسموها الفترة الفارسية، حكم داريوس الفارسي. في هاي الفترة يعني أتمت كتابات العهد القديم، باقي أسفار الأنبياء الصغار، ومننهيها في ملاخي في سنة 400 قبل الميلاد تقريبا. من بعدها بتبدأ الفترة الهيلينية، اللي هي
فيها عمليا فترة وجود الهيلينيين ما بعد الإسكندر الأكبر اللي حكم بلادنا من ابتداء من سنة 332 قبل الميلاد. وفي هاي الفترة احنا منشوف الكتابات اللي كتبت باليوناني اللي منقولها الكتابات الأبوكريفة تبعت العهد القديم. اليهود بسموها الكتابات الخارجية، في بعض أحبانا بسموها الكتابات القانونية الثانية، لكن هاي كتبت باليوناني مش بالعبري، باليوناني الحديث الأحدث اللي الكويني. وفي نهاية هاي الفترة بدأت تكتب مخطوطات قمران أكثرها بالعبري، وبرضو كتب فيها بالأرامي وباليوناني، وجدت في شط البحر الميت. ومن ابتداء من بداية القرن الأول الميلادي منشوف كتابات العهد الجديد في عشرات السنين المتأخرة من القرن الأول ميلادي. وفي هاي الفترة كمان كتبت كتابات يهودية أخرى منعرفها سنستعرضها شوي بسرعة. بعدها منشوف الكتاب المشهور اللي هي في الابتداء من 200 قبل الميلاد، جمعة المشناة، أهم كتاب عند اليهود بعد الكتاب المقدس. ومن بعدها فسرت المشناة اللي هي أصلا تفسير للكتاب المقدس، فسرت بشكل أوسع من خلال كتابات التلمود والمدراش وإلى آخره. فهذا تصور هيك سريع لهاي القائمة أو الخطة اللي أنا رسمها. أوكي، طالما ذكرت أخ مكرم الفترة الصمت إلى القرن الأول في العهد الجديد اللي منها يعني اكتشفت مثلا مخطوطات قمران اللي منها مخطوطات في اللغة العبرية وفي مثل أيوب بعتقد في اللغة الأرامية، وبعديها تكلمت عن المشناة والتفسير المتعددة مثل كتابات التلمود سواء الأورشليمي أو البابلي، لكن يمكن محتاجين لتوضيح أكثر أخ مكرم. إذا ممكن توضح لنا فكرة الكتابات اليهودية في زمن المسيح. اوكي، احنا منتابع في الشريحه اللي بعدها كتابات يهوديه هامه في زمن المسيح. بنبدا طبعا في الترجمه السبعينيه ذكرناها، اقدم ترجمه للعهد القديم للغه اليونانيه الكوينيه في القرن الثالث قبل الميلاد حوالي 280 قبل الميلاد. في هاي الفتره برضو بديت تكتب الاسفار الخارجيه اللي قلت عنها اللي بسميها الابوكريفا. الابوكريفا في اليوناني معناها المخبأة. هي كتابات كتبت وبعدها موجودة وتترجم، احنا مش مخبيين اشي، لكن اليهود اصلا ما اعترفوا فيها. ومنها مكابيين الاول والثاني، يهودية حكمة سليمان، باروخ، وكتابات اخرى معروفة وموجودة. في هاي الفترة قلنا انه كمان في بداية القرن او في القرن الثاني قبل الميلاد للقرن الاول بعد الميلاد، في مجموعة من الناس اللي كانوا مجموعة طائفة يهودية ساكنين في منطقة البحر الميت كانوا يكتبوا بشكل كبير حسب كيف بنعرف من بقايا موطنهم في قمران، إنه كانوا يكتبوا بشكل كتير كبير وكانوا يعني ينسخوا الكتاب المقدس وكمان ينسخوا كتابات أخرى، وكان له كمان كتابات خاصة لها لإلهم مثل حرب أبناء النور، أبناء الظلام، عهد دمشق وغيرها. فهي يعني الكتابات كتابات يعني مهمة، لأنه يعني لما اكتشفوها في سنة 1947 طبعا عملت يعني نقلة نوعية في فهمنا للكتاب المقدس والكتابات اللي كانت في ذاك. طبعا في هاي الفترة كمان ابتدي يترجم العهد القديم للعبري، للأسف للأرامي، بسبب أنه يعني نفس سبب ترجمته للترجمة السبعينية برضو، أنه ما كان في فهم كبير للعهد القديم العبري، فبديت يترجم العهد القديم للأرامي. وهاي الترجمات في بداية القرن الأول ميلادي، الأسفار موسى الخمسة ترجمها شخص اسمه أونكلوس، وأسفار الأنبياء ترجمها شخص اسمه يوناتان ابن عزئيل، وهي على اسمها بيسموها ترجمة أونكلوس وترجمة يوناتان.
من بعدها طبعا في كتابات يعني يهودية مهمة جدا، بدايتها هي المشنا. المشنا هي تفسير للتوراة حسب مواضيع التوراة، يعني الكتاب المقدس في العهد القديم مش مكتوب حسب مواضيع وإنما حسب أسفار. أخذت المشنا استنبطت منه مواضيع معينة وعملت يعني تحدثوا فيه وبحثوا، وفي نهاية يعني القرن الثاني ميلادي حوالي يعني سنة 200 ميلادية جمع راف مشهور عندهم اسمه يهودا هانسي، جمعها وهي أساس المهم للشريعة اليهودية لحد اليوم. كان فيها طبعا كتابات أخرى يعني كانت يعني يحكوا فيها في هذه الفترة، وجمعت برضو بعد حوالي 100 سنة وبسموها يعني توسفتا. توسفتا يعني الإضافة، يعني زي ما نقول الابندكس في الابندكس في الإنجليزي، فيعني إضافة للمشنا، وجمعها شخص اسمه الراب حي على الأغلب. وفيها كتابات كمان أبحاث يهودية عن الكتاب المقدس، يعني يبحث في الشرائع، وهو فيها أول أو أقدم ذكر للرب يسوع في الكتابات اليهودية على وجه العموم. طيب يعني وأنت بتشرب مي أخ مكرم، بتهيألي كمان أنت حكيت عن المشنا وعن التوسيفت اللي هي الكلمة العبرية اللي بنفهمها، يعني الإضافات زي ما أنت ذكرت، الأبندكس اللي هي كانت يعني تقليد وتعليم بيمشوا عليه اليهود. ولكن برضو إذا ممكن، لأنه ذكرت أنا في بداية يعني قبل ما أستعرض السؤال ذكرت التلمود الأورشليمي، التلمود البابلي، المدراش، كل هاي الأسماء اللي بنسمعها دايما، إذا ممكن توضح لنا إياها أخ مكرم. حاضر، بس أقول كلمة إنه اسم التوسفتا اللي قلناها هو نفس الكلمة أرامية، يعني مثل ما تفضلت توسفت في العبري ولكن اسمه توسفتا الاسم الأرام، فهذا برضو بفرجي قديش اللغة الأرامية كانت داخلة في المواضيع. وفي قسم منها من هاي الكتابة في التوسفتا كمان برضو أرام غير من بعدها بيبدأ بجمع لأقوال وأعمال خمس أجيال من أحبار اليهود اللي كانوا موجودين في إسرائيل في منطقة يعني بلادنا الأراضي المقدسة في هاي الفترة، وظلوا يعني يتحدثوا ويتناقشوا لحد ما في القرن الخامس للميلاد جمعها يعني جمعت هاي الأقوال وسميت التلمود الأورشليمي على أساس أورشليم، بس يعني ما كانتش أورشليم موجودة بذلك الوقت، ولكن يسموا كمان التلمود الفلسطيني. ولكن هي كمان مؤسسة التلمود البابلي والأورشليمي اللي رح نحكي عنهم مؤسسين على المشنا، يعني بأخذوا الفقرة تبعت المشنا اللي هي بالعبري وبيشرحوها بالأرامي، وعلى هذا الأساس يعني هذا هو شرح التوراة، لأنه المشنا هي شرح للتوراة، التلمود شرح الشرح. من بعدها طبعا التلمود المشهور اللي اسمه التلمود البابلي، وهذا يعني نتاج أقوال وأعمال سبع أجيال من أحبار اليهود، لكن اللي كانوا ساكنين في منطقة العراق اللي كانت تسمى بابل في ذاك الوقت كمان، وهو بمحص كمان السنن والشرائع اللي في المشنا، وهو هذا بالذات اللي كتب أو أكثر كتاب ذكر الرب يسوع باسم محرف اللي هو يشو، ولكن ذكر أسماء اسمه وذكر بعض أعمال. من بعدها في عندنا مجموعة من الكتابات تسمى آسف أخ مكرم، بس لأنه أنا فاهم عليك في اللغة العبرية يشو. نعم. طبعا هي كلمة صعبة جدا، هي عبارة عن شتيمة يهودية مش عاوزين يلفظوا اسم يشوع العين بالآخر. يشو. نعم. يعني يمخى ذخرو، شمو في ذخرو، يمحى اسمه. نعم. وذكره، يعني. نعم. لما يذكر اسم يسوع يمحى اسمه وذكره،
يعني فطبعا تعتبر شتيمة. آسف أخ مكرم بس عشان كنت حابب أوضحها لأحبائنا يمكن اللي مش فاهمين اللغة العبرية. تفضل كمل. لا لا مهم جدا هذا الكلام، رغم أنهم في التلمود ما قالوا التوضيح اللي حضرتك تفضلت فيه، وإنما قالوا في كتابات أخرى بسموها تلدوت يشو، كتابات متأخرة أكثر. لكن الإشي الغريب أنه في التلمود الكل اسمه يهوشوع أو يشوع، ولكن بس الرب يسوع يذكر كيشو بدون العين، فبروح فكرة الخلاص، لأنه يشوع يعني مخلص. إن كان بتقيم العين وبتقول له يشو، إذن ضربته من ناحية ما يعني الاسم ما لهش معنى وفيش فيه خلاص، وعمليا ضربوه. وبعدين طبعا قالوا أنه هذا استنبطوا منه يعني رؤوس أقلام لثلاث كلمات اللي هي شتيم. وطبعا يعني كل المحور انه كل الهجمات هو حول موضوع واحد، موضوع الخلاص وموضوع الفداء الى يومنا هذا بشتى الوسائل وبكل الطرق يحاولوا ان طبعا انه ينزلوا من قيمة كلمة الله او موضوع الفداء. فانت ذكرت التلمود الاورشليمي والتلمود البابلي، تفضل كمل اخ مكرم. نعم حقيقي مثل ما تفضلت انه هدول هاي الكتابات كلها يعني كانت عظيمه جدا وفيها افكار وفيها فلسفه، لكن بيحضرني الايه اللي كتبت على الفريسيين والناموسيين في انجيل لوقا، انهم هن رفضوا مشوره الله من جهه انفسهم، وهن بدهن كل شيء ولكن ما بدهن ياخذوا الخلاص. وللاسف وبتامل انه المشاهدين ما يروحوا بس لفكرة الفلسفة والمعلومة، وإنما يضمنوا خلاصهم الأبدي أول شيء. ما بعد هاي الكتابات طبعا في عنا كتابات يهودية أكثر هيك يعني مقبولة أو مستساغة للأذن اليهودية، وهي مجموعة بسميها المدراش، وهي مجموعة عظات وأمثال، يعني بيأخذ الكتاب المقدس كأسفار، يعني هون رجع كأسفار، فبيمسك بقول مثلا مدراش أستير مثلا عن سفر أستير، شرح ليلى، وبيتأملوا فيه بيعلقوا بيفحصوا ويستخدموا القصة أو المثال. والمدراش أو المدراشيم اللي هم يعني كمية الكتابات اللي اسمها المدراش تقسم لقسمين. القسم الأول أكثر عن الشرائع والوصايا والأشياء المهمة للإنسان وللجمهور اليهودي ككل، وهي تسمى مدراش، يعني مدراش زي كلمة درس، يعني مدرسة هلخة، مدراش هلخة يعني درس الشريعة. ولكن من بعدها كمان بعد حوالي 200 سنة بدأت تظهر مجموعة أخرى بسموها مدراش أجدة، اللي هي قصصية أكثر، تجميع الأخبار روايات وأحاديث، وفيها قصص وأشياء جميلة لكن ما بتلزم قانونيا اليوم. طبعا من بعدها في هاي الفتره تقريبا حوالي 400 500 قبل الميلاد بديت تكتب بشكل سري او شبه سري، اللي برضو المشاهد بقدر يشوفها كمان، تولدوت يشو، اللي هي مجموعه كتابات ادبيه، ادب يهودي شعبي فولكلور، وصارت تحكي عن الرب يسوع، ولكن عشان تقدر انها هي يعني تفرجي المنظار أو المنظور اليهودي، عملوا خلقوا قصة جديدة مشوهة لحياة الرب يسوع وفرجت دوافعهم الدينية وأسلوب المهاجمة هناك كان شرس جدا. لكن بالفعل يعني بالمختصر أن عملوا قصة يهودية اللي بنسميها احنا في الـ في الـ في الـ باللغة العلمية counter history، يعني تاريخ مضاد، بنوا عملوا تاريخ كامل لحياة المسيح، حتى يعني شوف المسيحية قديش عم بيكتروا، في ناس عم بيأمنوا، إحنا اليهودي قلال، فإحنا بدنا نشوش ونشوه صورة كأنه زعيم المسيحي. ولسيما المسيحية كانت منتشرة في كل أنحاء يعني الإمبراطورية البيزنطية في تلك الأيام في كل مكان، وعاوزين يشوهوا نفس الشيء هوية وشخصية يسوع المسيح. أخ مكرم رح أخذ فاصل قصير وبعديها أنا عاوز أرجع للمخطوطات
بالذات مخطوطات قمران لأنه الأكثر شيوعا والأكثر استماعا، يعني بنسمع دايما عن مخطوطات قمران. أحبائي يمكن الموضوع عم بثير تساؤل في ذهنك، منحب نسمع منك، تواصل معنا. سأعود بعد هذا الفاصل القصير. ما زلنا في الحديث علم الآثار وعلم النقوش للعهد الجديد، ومعنا مشكورا الدكتور مكرم مشرقي، هو باحث وكاتب في هذه الموضوعات. دكتور مكرم هو من الجليل، من الأراضي المقدسة، صديق قديم. وعاوز أسألك أخ مكرم في هاي الفترة عن المخطوطات، وأكثر ذكر للمخطوطات، يعني الشائع اللي بنسمعه ككنيسة مسيحية هي مخطوطات البحر الميت أو المخطوطات اللي اتكشفت عند قمران عند البحر الميت. تفضل أخ مكرم. طبعا شكرا. مخطوطات قمران من ابتداء من 1947 يكتشف عن طريق الصدفة البحثي اللي احنا بنسميها الترتيب الإلهي، من خلال بعض الشباب الرعاة البدوي اللي كانوا في منطقة شمال غرب البحر الميت. اكتشفوا بعض اللفائف، بعض الوثائق من كتابات طبعا اتناقلتها الأيدي، وشوي شوي بيقدروا يكتشفوا لما بيديو يفكوها يفتحوها، لأنه كانت مجمدة، لأنه كان عمرها أكثر من 2000 سنة، فكانت بحاجة إلى فتح بطريقة علمية مدروسة. لما فتحت وبدأت يعني تفحص وتدرس، وجدوا أنه أكثرها كتابات في اللغة العبرية، بعضها الأرامي وأقل منها باليوناني، كتبت على الرقوق، على ورق البردي، رقوق يعني جلد الحيوانات الطاهرة. وقعدوا يفحصوا، لقوا في 950 جزء من مخطوطة في 11 كهف، وكانوا يعني لما بدوا يفحصوا فيها، طبعا اليوم في لها قسم كامل في متحف إسرائيل اسمه هيكل الكتاب، بيعرضها للجمهور لأنه هي يعني موثوقة جدا، ولكن شافوا فيها أنه فيها كتابات كتير من العهد القديم، عمليا كل العهد القديم، لربما عدم وجود يعني قطعة من سفر أستير، إنه كانوا وبالفعل كانوا عندهم نوع من الرزنامة المختلفة، التقويم المختلف عن اليهود، فيظهر إنه ما كانوا يحتفلوا أو ما كانوا يهتموا في عيد البوريم، اللي وبالتالي يمكن ما كانوا يتداولوا سفر أستير بشكل كبير. لكن وجدت كل الأسفار، تفاسير خاصة كان في عندهم بيسموها بشاريم، تفاسير حسب يعني مفهوم هن بأنواع تفسير مختلفة تماما عن كل التفاسير الثانية،
تفسير خاصة. طبعا عندهم كان نصوص دينية ليتورجية، مؤلفات رأوية، يعني احنا يعني بيعتقدوا لحد هسه انه كل الكتابات هاي اللي وجدت هي تابعة لهي المجموعة اللي كانت منعزلة واسمها الإسينيين. لكن أكثر وأكثر في ناس عم بتفكر أنه ممكن كمان تكون كمان مكتبة الهيكل نفسها نقلت قبل السنة 70 ميلادية خوفاً من تدمير الرومان للهيكل، وهذا اللي صار سنة 70 ميلادية. فلربما أنه يكون يعني آخرين كمان خبوا الكتابات الدينية في هاي المنطقة. يعني هو الجدير بالذكر أنه الرومان طبعا دمروا أورشليم في سنة 70 ميلادي ودمروا الهيكل، وكثير من الغيورين اللي هربوا لمنطقة البحر الميت، واضطروا هذه الجماعة، جماعة الإسينيين اللي كانوا بسموهن ياخد اللي هي الوحدة، فكان عندهم ممارسات معينة لدخول هذه المجموعة، كانوا بيمارسوا الغسلات الطقسية والتطهير طبعا اللي بسموها المكفي، وأيضا احنا مديونين لهم بالكتابات بالنصوص والمخطوطات. ولكن مثل ما ذكر أخوي مكرم، في كتير كتابات، منها كتابات عن أبناء النور وأبناء الظلمة الحرب الأخيرة، واحدة من أهم المخطوطات اللي اكتشفت في اللغة العبرية القديمة السفر اللاويين كامل وسفر أيوب في الأرامي، وطبعا نصوص الهيكل أو تنظيم يعني كل هذه المعلومات عن الهيكل اكتشفوها في نفس المغارة. ولكن احنا بالنسبة لنا كمسيحيين نهتم كتير لأنه هاي المخطوطات مثل مخطوطة إشعياء مهمة جدا، لأنه إشعياء هوجم بشكل شرس مثل ما ذكرنا من المنتقدين. السؤال أخ مكرم، يعني إذا بدي أرجع للمخطوطات البحر الميت، لماذا؟ ليه يعني بالتحديد مخطوطات البحر الميت مع أنه في كتير مخطوطات، لكن هذه المخطوطات إلها أهمية؟ طبعا يعني هي بتفرجينا في هاي الفترة، في فترة ما بين العهدين، أنه هاي النبوات العهد القديم اللي اقتبست في العهد الجديد موجودة في هاي الكتابات. يعني الكتابات تبعتهم بتكشف شغلات اللي احنا لما منيجي بنطلع عليها بالعهد الجديد، ومثلا واحد بيجي بيقول لك طيب المسيح بيقول تحب قريبك وتبغض عدوك، من وين جابها؟ احنا طبعا هو قال مش مكتوب، قال سمعتم انه قيل. وبالفعل هاي المجموعه كانت تقول يبغضون ابغض كل ابناء الظلمه. هاي الجماعه كانت تشدد على الغسلات المختلفه، يعني مش غسله مختلفه معينه بتصير يهودي او بتصير من جماعتهم، وانما غسلات على خلال سنتين والبعض بيقول ثلاث سنين، حتى يعني غسلات تطهيريه حتى تقدر تنقبل لجماعتهم ينضم للمجموعه العهد الجديد. ينضم للمجموعة، نعم، لمجموعة الإسينيين. نعم. فكرة كمان كلمة العهد الجديد يعني اللي بذكرها الرب في لوقا 22 كانت متداولة، كانت يعني الشيء فهم من أرميا 31 أنه رح يكون الله رح يعطي عهد جديد. إيه كلمة ابن العلي بن عليون، كانت يعني هاي الكلمات اللي يعني العهد الجديد بيستشهد فيها، بيقتبسها من ناس موجودين كانوا هناك، يعني كانوا يستعملوا هذا التعبير مثل ما تفضلت، يمكن كمان أبناء النور، إحنا أبناء النور، هذا يعني التعبير اللي كانوا يستعملوه مش من فراغ. يعني لما قال الرب يسوع أبناء الظلم أحكم من أبناء النور في جيلهم، لأنه كان هذه المجموعة الإسنين كانوا بيكرهوا مجموعة الكهنة اللي موجودين في الهيكل في أورشليم. نعم وكانوا يبغضوا العدو ويعتبروهم أعداء ويبغضوهم، عشان هيك قال لهم سمعتم أنه قيل تحب قريبك، أوكي هاي من سفر اللويين فاهمينها، وتبغض عدوك هاي من طائفة موجودة هون، يعني إشي أوثنتك، إشي يعني موجود في واقعي في هذاك الوقت.
والجديد هي الأسباب إنه إحنا حكيناها قلنا عن مخطوطات البحر الميت بشكل مهم. طيب فإذا يعني طالما حكينا عن المخطوطات بس خليني أنهي بهذا الموضوع إنه الغيورين الثورجية هربوا لمنطقة البحر الميت وهربوا إلى الجنوب إلى منطقة تسمى مسادة، والظاهر كان في اتفاق بينهم وبين الإسينيين، مشان هيك الإسينيين تركوا لنا المخطوطات في الأجرار، والمنطقة يعني درجة الحرارة عالية جدا وناشفة ما فيهاش رطوبة لأنه تحت مستوى سطح البحر حوالي 400 متر أو أكثر اليوم، فهذا اللي حافظ على المخطوطات. أخ مكرم بالوقت اللي اتبقى إذا ممكن تشاركنا عن البرديات، دائما نسمع الاصطلاح بردية، فإذا ممكن تشاركنا عن هذا الموضوع. طيب بمعونة الرب إحنا لما منقول برديات منقصد فيها كتابات على ورق البردي اللي يعني هي نبات البردي الموجود في مصر بشكل أساسي، وهي كانت أسهل طريقة، مع أنها كمان طريقتها غالية يعني، ولكن كان أسهل ما أنها تعمل رقوق الجلدية، فكان يكتب عليها في كتبت مثل ما تفضلت في منطقة مصر برضو كمان منطقة اللي هي جافة رملية حارة حافظت على المخطوطات. هاي المخطوطات في هي بالأساس يعني بعض منها حتى قصاصات يعني شقف صغيرة ابتداء من إنجيل يوحنا صح 18، القصاصة المشهورة بردية رينالدز اللي هي طبعا تسمى على اسم اللي اكتشفها أو اسم اللي باعها حسب القصاصات، ولكن هي بتحكي عن إنجيل يوحنا. ولكن المؤرخين يعني اللي بيدرسوا العلم القديم في علم خاص يعني اللي بسموه باليوغرافي اللي هو دراسة الكتابات القديمة، يعني مش أنا وإنت منيجي منقرر قديش عمر هاي، بيفحصوا الخط وبيفحصوا نوع الحبر وبيفحصوا الورق وبيفحصوا طريقة مسكة القلم كيف انكتبت، في الآخر بيقرروا، والنتيجة هي المرجحة إنه هاي البردية اللي هي أول إن كان منقول إنه يوحنا كتب تقريبا سنة 95 أو 98 ميلادي، هاي الفقرة موجودة عندنا من سنة 125 ميلادي. يعني بعد الإشي بشيء 20 سنة 25 سنة إشي من الشكل، اللي هو في عمر الخطوط والكتابات جدا جدا بسيط، وهذا يعني برضو وجدت في منطقة يعني أفسوس، اللي يعني منعرف إنه يوحنا أضاء آخر أيامه في أفسوس يعني قبل ما يروح على جزيرة بطمس، في خدمته كانت في أفسوس، فيظهر إنه كانت يعني قريب جدا لوقت الكتابة الأصل. هاي يعني إحنا منقول هاي أول وأقدم، ولكن مهم نقول وإن كان رح نستعرض البعض بس سريعا، لكن نقول إنه في 5000 أو أكثر من 5800 مخطوطة يونانية للعهد الجديد، يعني أقسام منها مجزأة أو كاملة، وأكثر من 10000 مخطوطة لاتينية، وأكثر من 9000 مخطوطة بلغات قديمة أخرى. واو، يعني أدلة يعني واضحة جدا. أخ مكرم إحنا معانا حوالي 4 دقائق، إذا ممكن نأخذ بردية تانية وحتى ننهي هاي الحلقة ونستكمل حديثنا في الحلقة القادمة. تفضل أخ مكرم. بنحكي كمان عن برديات بودمور. إحنا يعني كيف المشاهد ممكن يشوف في شريحة 18 أعتقد مكتوب بي، اللي هي باختصار كلمة بابايروس اللي هي بردية بالإنجليزي، رقمها 66. طريقة الكتابة كمان يعني مبينة كمان واضحة. كمان هاي البردية بتعود لأوائل القرن الثاني، يعني حوالي 150 ميلادي. لكن الإشي الجميل في هاي المخطوطة أنه فيها تقريبا كل إنجيل يوحنا ومحفوظة بشكل كبير كيف مبين للمشاهد. وأول يعني 26 ورقة فيه لاقوها كانت سليمة تماماً،
لحد ما يعني انه خياطهم هن يعني في هاي الفتره صار في من برديات صاروا يجمعوها ويخيطوها مع بعض ككتاب يسموه كودكس، يعني اساس بدايه الكتب اللي احنا بنعرفها. لقوها سنه 52 ميلادي في دشنا في مصر، وهي يعني كمان برضو لما بنلاقيها في اماكن وجودها احنا بنقول انها هي موثوقه تماما ومهمه ل يعني لمعرفتنا. ان كان في مجال ان اقول كمان عن تشستر بيتي كمان دي بنفع. تفضل تفضل اخ مكان. البرديه اللي بعدها كمان عشان اختم موضوع البرديات، البرديات كمان في 46 برديه تشستر بيتي وجدت باوائل القرن العشرين، كمان تاريخها بيرجع 150 ل 200 ميلادي، موجود كل اقدم المخطوطات من اقدم المخطوطات الكامله في العهد في اللغه اليونانيه، بعض منها مكتوب موجود في مكتبة تشستر بيتي في لندن، في دبلن في إيرلندا، البعض فيها موجود في ميتشيغان في أمريكا. فيها 9 رسائل لبولس وموجودة يعني بالترتيب، رومي، عبرانيين، كورنثوس، أفسوس، فيها كم كبير، كولوسي، 2 من فصلين من تسالونيك الثاني. الأساس أو الفكرة أنه عم نقول احنا اخذنا عينه بس من اقدم المخطوطات وشفنا في يعني موثوقيتها، وقريبه جدا جدا لا تقاربها اي نوع من الكتاب القديم على الاطلاق. وهذا طبعا يثبت علميا انه هذا الشيء يعني قريب جدا لوقت الكتابه، اذا هو جدا جدا موثوق. اخ مكرم، يعني لو اعطيتك دقيقه إذا ممكن تجمع لنا الموضوع اللي حكيناه بالنسبة للعهد الجديد، إيه اللي عاوز يعني من كل هذه المعلومات اللي ذكرتها، إيه الفحوى اللي عاوز توصله لأحبائنا المشاهدين؟ إحنا عم ندرس العهد القديم، العهد الجديد، عم ندرس أمور اللي هي مهمة جدا في موضوع يعني توثيق العلمي، أنه نقارن الكتابات الموجودة ونقارن النصوص، نفحصها، عم ندرسها مش للافتخار، عم ندرسها بتعبير يعني سفر الأمثال الجميل، محتكر الحنطة يلعنه الشعب. إحنا عم نلاقي حنطة، عم نلاقي خير، عم نلاقي بركة، وعم نقدم لكم إياها لتشوفوها، لتشوفوا التسلسل وموثوقية الكتابات في العهد القديم. والحقيقة كمالة الآية بتقول البركة على رأس البائع، فعم نبيعكم خير وبركة، عم نقدم لكم خير حتى تشوفوا قديش قيمة دراسة وقيمة موثوقية كتابات العهد الجديد كلها على وجه الإطلاق بمعونة الله. أخ مكرم شكرا جزيلا، وربنا يباركك، وإلنا حديث آخر نستكمل هذا الموضوع الشيق. وأنا بشكرك بالنيابة عن كل مشاهدين ليكن نور وبرامج نور لجميع الأمم، ربنا يكافئك على التعب محبتك. إخوتي وأخواتي المشاهدين، يعني كميات الأدلة، الآلاف المخطوطات مثل ما سمعنا من دكتور مكرم مشرقي، يعني لا يوجد أي كتابات أخرى، لا يوجد الدلائل كما هو موجود يعني للعهد الجديد أو الكتاب المقدس، وهذا إن دل على شيء إنه الله فعلا حي ساهر على كلمته. بصلي من كل قلبي بعد سماعك لهذا الموضوع إنك تعمل قرار إنك تآمن بيسوع المسيح.